ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، الفوز في مباراة القمة بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة على مدار شوطين المباراة. أكيد أحداث كتيرة حصلت ومفاجآت حصلت ربما ما كانتش الأغلبية متوقعها قبل المباراة، في ظل الغيابات الكتيرة اللي أصابت لاعبين أساسيين في النادي الأهلي. النادي الأهلي امبارح فاجئنا بأداء أكثر من رائع، خصوصا في الشوط الأول تقريبا فعلا كان وان سايد جيم في ظل غياب تام لنادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك على غير المعتاد. المباراة دي مفترض كان نكارتيرون ولعيبة نادي الزمالك نازلينها بدوافع كتيرة قوي 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 قوي، للدرجة اللي أوصلت البعض إنه قال إن أقصى آمال وطموحات النادي الأهلي إنه يخرج بنقطة التعادل. لكن من الدقيقة الأولى شفنا أداء متباين جدا ما بين الفرقتين. النادي الأهلي مكتسح كل شيء، الاستحواذ، التمرير، الضغط، كل حاجة كانت إيجابية للنادي الأهلي، وكان طبيعي جدا إنه يخرج الشوط الأول كسبان 2-1. والشوط الثاني طبعا حصل تحولات وتغيرات هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة من ترند يلا كورة لتحليل مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي. طيب، على الورق الفرقتين بدأوا بطريقة 4-2-3-1، ده اللي على الورق، انما على ارض الملعب هتشوف حاجات مختلفة تماما، خصوصا فيما يتعلق باسلوب لعب نادي الزمالك. النادي الاهلي هو اللي خد المبادرة، رغم كلنا انا حتى على مستوى شخص متوقعتش النادي الاهلي هو اللي هياخد المبادرة، خصوصا في موضوع الاستحواذ، في ظل غياب خط دفاع بالكامل، 2 فول باك، مساك اساسي، الحارس الاساسي، المنطقة اللي انت بتبدأ منها البيلدينج اب بتاعك 75 منها غايب، وبالتالي كنت اظن ان نادي الزمالك هيستغل ده. ولكن النادي الاهلي فاجئنا وفاجئنا على مستوى الشخصي بتقارب خطير وكبير جدا 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 ما بين الخطوط. ايه اللي خلانا نحس ان النادي الاهلي في الشوط الاول لعبته اكثر عددا في الملعب؟ هو التقارب ده ما بين الثلاثي أفشة والسولية واليوديانج. التلاتة دول قدروا ياخدوا نص الملعب، يعني ملكية خاصة، ملكية خاصة. فرجاني ساسي وطارق حامد كان في فجوة ما بينهم كبيرة جدا، وطبعا مع يوسف أوباما، لكن في وجهة نظر الشخصية السبب الرئيسي فيها كان فرجاني. فرجاني ما كانش بيجري خالص، كان بيتمشى في ارض الملعب، ما كانش بيجري، فيش اي جهد، مجرد بس لو في الهجوم اجري شويه، في الدفاع شكرا اتفضل طارق حامد شيل انت ليله لوحدك. فطارق حامد كان دايما بيلاقي نفسه على الاقل قدام اتنين، وعشان كده مساحه التمرير كانت سهله قوي. كنا دايما بنشوف عمرو السولاي بياخد الكوره وآليو ديانج طلع بيكمل وقفشه واقف هنا اهو، فالتمريره سهله جدا. حتى كان يوسف اوباما بيحاول يساعد طارق حامد، كان برده مساله التمرير لعيب النادي الاهلي في وسط الملعب سهله. بسبب مين؟ غلطه مين؟ غلطه فرجاني. فرجاني كان اوت اوف بوزيشن، بره الجيم تماما في الشوط الاول، وبالتالي صنع فجوه في نص الملعب. الشق الثاني ان الجناحات بتاعت نادي الزمالك ما قدروش يغطوا مع الفول باكس عندهم عشان يمنعوا تقدم، خصوصا ايمن اشرف من الجبهة الشمال. ايمن اشرف هو اللي كان مصدر الخطورة الوحيد من الجبهة اليسرى، في ظل لحد ما تواضع الاداء شوية كان عند طاهر محمد طاهر. لكن ايمن اشرف عمل شوط اول امتياز من الدقيقة الاولى، الراجل طالع فاتح الاسبرينت وبيعمل الكرة العرضية لمحمد شريف اللي احنا شفناها. طيب، شيكابالا جاب هدف عالمي، هدف رائع، هدف فعلا ما يحرزوش غير شيكابالا. ولكن بعيد عن الهدف، صفر دفاع، صفر، ما بيرجعش. ساب حازم امام يتحمل الضغط على الجبهة دي لوحده تماما. شيكابالا ما كانش بيرجع معاه خالص، كمجرد بس بيتمشى كده يرجع، يعني ايه يعني، يبقى شكله بس مؤدي الواجب، انما هجوميا كان مقدر يجري، ان هو عنده يعني بعض الباور ان هو يديه بس للهجوم، انما دفاع انا مش هرجع. وبالتالي شفنا نادي الزمالك فاقد اجنحة كتيرة، فاقد عوامل كتيرة جدا جدا في الدفاع. شيكابالا ما بيرجعش، فرجاني ساسي ما بيرجعش، اوباما
ما يقدرش يرجع كتير لورا، لان لو رجع لغايه الثلث الاول من ملعبه مش هيبقى عنده الباور الكافي ان هو يرجع يرد تاني لغايه نص ملعب النادي الاهلي. عمليه شاقه جدا 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 تقعد تكررها كل شويه، وبالتالي هتلاقي لعيبه نادي الزمالك متفركشين تماما، فركشه مفيش. وطبعا مروان حمدي كان اختيار خاطئ وسيء من كارتيرون يبدا بيه المباراه دي. ليه؟ ان مروان حمدي اصلا نفس ستايل مروان محسن، كل اللي انت عايز تعمله انك عايز تلعب له الكرات الطوليه عشان هو يبقى محطه لعب ينزلها الواحد او يستنى الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء، وبالتالي مروان حمدي اتعزل تماما في وسط اللي احنا بنتكلم فيه ده. حصل فيه عزل، بقى مروان حمدي سهل قوي قوي رامي ربيعه وبدر بنون ان هم يجهزوا عليه بشكل كبير جدا جدا، واي كره سليمه بينهم على طول كانت بتروح لرامي او بتروح لبدر، وبالتالي نادي الزمالك هجوميا مفيش اي خطوره على مرمى النادي الاهلي. في حين بقى تعالوا نشوف كم الهجمات النادي الاهلي عملها من الجبهه اليسرى، من العمق، ومن الجبهه اليمنى. في تنوع، اللعيبه بتجري. حسين الشحات كان في اوقات كتيره جدا بيلعب ضامم للداخل، في الوقت يفترض فيه ان طاهر كان هو اللي يعمل استريتشنج للملعب، بس برضو طاهر كان في بعض الاحيان بيختار اختيار غلط وكان بيخش، وعشان كده النادي الاهلي كان بيلعب الكره الطوليه لطاهر، المفروض يبقى واقف هنا على الخط في كورتين، طاهر ضم لجوه فالكورتين راحوا خارج الملعب بسبب القرار الخاطئ بتاعه. تنوع هجمات النادي الاهلي من اليسار واليمين والعمق عمل خلخله، وضيف على طبعا نجم الشوط الاول او الاوحد محمد شريف والازعاج اللي كان عامله لمحمود علاء والونش، مش قادرين هم يحكموا السيطره عليه. ليه؟ الراجل بيجري، الراجل عمال يجري وعمال يستير وعمال يخش ما بينهم، وشفنا الكوره في فاول ازاي هرب واستغل الثغره اللي بانت وخد التمريره البينيه. مهاجم مزعج. وطبعا في ترند يلا كوره اللي متابعنا انا اتكلمت مع محمد شريف من بدايه الدوري في ماتش مصر المقاصه، وقلت محمد شريف هو المهاجم الاساسي، والحمد لله ان بتوالي الايام ثبت وجهه النظر، والنهارده بنشوف محمد شريف بيجيب باليمين وبيجيب بالشمال وكان هيجيب بالهاد. لعيب رائع، مهاجم اكثر من رائع، ومكسب كبير للنادي الاهلي ومنتخب مصر بدون شك. مجمل الاحداث دي خليني نترجمها في رقم مهم جدا. تخيلوا الاكس جي او الرقم المحبب لمحبين كرة القدم ومحللين كرة القدم في الوقت الحالي، هو يعني نسبتك كام متوقعة لاحراز اهداف في الشوط الاول. في الشوط الاول النادي الاهلي 1.4، يعني 1.5 في احتمالية النادي الاهلي يجيب هدف. نسبة نادي الزمالك كام؟ 0.4، يعني اقل حتى من نص. يعني طبعا ارقام شاسعة ما بين الفرقتين في الشوط الاول، بيخلينا نشوف ليه النادي الاهلي تفوق تماما في الشوط الاول وقدر ان هو ينهي بالنتيجة 2-1. طبعا النتيجة اللي خلص عليها مبارتين. الشوط الثاني ايه المشكله اللي حصلت بقى عند النادي الاهلي؟ المشكله اللي حصلت عند النادي الاهلي ان حصل تراجع، نفس التراجع اللي كنا بنتكلم عليه ساعه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، ان انت خايف بقى ان المنافس يجيب فيك هدف. وطبعا نادي الزمالك مبقاش عنده خلاص اي حلول، انه بيلعب ضد حاجتين، بيلعب ضد النتيجه وبيلعب ضد الوقت، فلازم كارتيرون يسرع من تغييراته الهجوميه، اللعيبه تسرع من وصولها مع علي لطفي. طبعا قدم شوط تاني امتياز، شوط تاني بالنسبه لعلي لطفي انا بقول ده شهاده ميلاد علي لطفي مع النادي الاهلي، وركله الجزاء بصراحه تصدى ليها، والضربه الراسيه لمحمود علاء في نهايه المباراه امتياز، كره عالميه من علي لطفي. الضغط اللي حصل على لعيبه النادي الاهلي خلاهم يتراجعوا وعملوا الغلطه اللي عملوها في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، اللي هي ان انت بدات تقابل من نص ملعبك، ما بتضغطش من نص ملعب المنافس، وده اوكي ممكن يكون مقبول، ولكن اكبر غلطه انك تعملها في الطريقه دي انك تحلق فقط. النادي الاهلي في الشوط الثاني بدا يحلق بس، ما بداش يضغط. يعني نادي الزمالك بيعدي نص ملعب بالكوره، المفروض اوكي انت بتضغطش نص ملعبه، هو عدى، يبقى وانس ان هو عدى نص الملعب لازم يحصل بريس على طول على حامل الكوره عشان تمنع له التمريره وان هو يلعب باريحيه. ده ما حصلش، لعيبه النادي الاهلي بداوا يحلقوا بانت جدا جدا في كوره كانت على مشارف منطقه الجزاء، واللعيبه كانت خايفه قوي 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 من بن شرقي انه يقع وياخد ركله جزاء قبل ركله الجزاء بتاعه سيف الدين الجزيري، وبالتالي ده كان واضح ان هو عقليه لعيبه النادي الاهلي هنا كان لازم الجهاز الفني يتدخل. ما تقعدش تحلق،
التحليل كتير هيسيب نادي الزمالك يعمل اللي هو عايزه. بالفعل نادي الزمالك بدا يبقى خطورته اكبر على مرمى علي لطفي. ليه؟ لان اغلب الوقت الكره معاه، انت سايب له الكره، وبالتالي هي دي المشكله اللي انا كنت شايف عند النادي الاهلي. طبعا موسيماني حاول ان هو يقلل الضغط لما نزل وليد سليمان، نزل ناصر ماهر، نزل مروان محسن عشان يحاول يحط الكره في نص ملعب نادي الزمالك، لكن بمرور الوقت لعيبه النادي الاهلي برضه ستيل خايفين على النتيجه. هجوم نادي الزمالك اكيد تحسن، ولكن في وجهه نظري كان هجوم عشوائي. ايه دليل على كده؟ ان الفريق كل ما يوصل ان هو ما عرفش يعمل حاجه يروح متجه ل الاطراف ويلعب الكرات العرضيه. اللي وصلت 25 كره عرضيه، منهم 2 صح، بس 2 بس صح. 25 كره عرضيه نادي الزمالك لعبهم، 2 بس وصلوا لزميل. فده يوضح لك قد ايه العشوائيه في الهجوم. في هجوم في الشوط الثاني احسن من الشوط الاول، ولكن كله هجوم عشوائي. خش باكبر عدد من اللعيبه داخل منطقه الجزاء واربي. انت مش عارف تختلف من العمق، لان النادي الاهلي قافل بقى العمق هنا بالزحمه اللي عاملها، وطبعا نادي الزمالك ما عندوش واضح مفيش حاجه متدربين عليها قوي ان هم يعملوها، وبالتالي خلاص ارمي الكوره يا باشا على الطرف ويلعب الكوره العرضيه داخل منطقه الجزاء وشكرا. ده اللي حصل، وعشان كده الفريق حصل ركله جزاء ضيعها محمود علاء، وبخلاف طبعا الفرصه اللي في اخر المباراه في الدقيقه يعني 93 تقريبا، ما نقدرش نقول ان كان في فرص خطيره اخرى لنادي الزمالك، وعشان كده النادي الاهلي استحق الفوز عن جداره بالمباراه امبارح. كمجمل اللقاء كان هو الطرف الافضل، كان هو الطرف الاحسن، كان هو الطرف الاكثر جهدا، الطرف اللي استعد للمباراه بشكل افضل بكتير من نادي الزمالك، رغم ان الدوافع نادي الزمالك كانت اكتر. كل الاحوال الف مبروك للنادي الاهلي الانتصار، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الانتصار طبعا، واكيد عندنا مباراه قمه اخرى في نهايه الشهر الكريم باذن الله، اكيد قبل العيد هنشوف مباراه الدور الثاني، واكيد طبعا النادي الاهلي بقى بيعمل فجوه دلوقتي في الصداره، لانه النادي الاهلي عنده 3 ماتشات لسه مؤجله، اذا كسبهم يقدر يفرق على نادي الزمالك ب6 نقاط كامله في مشوار صراع قمة الدوري السنة دي. كانت حلقتنا النهاردة من تحليل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. تاني ألف مبروك نادي الأهلي، هارد لك لنادي الزمالك وجماهيره، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات أخرى. شكرا جزيلا، كنت معاكم.